نحن حنكمل معكم بباقي فقرات صباحنا غير لليوم. موضوع مهم كتير رشا رح نتناوله اليوم، رح نحكي فيه عن دور الموازي والتكاملي للعلاجات الغذائية في اضطرابات التعلم والتوحد، طبعا نقص الاكتساب، أيضا صعوبات التعلم، مع ضيفتنا المميزة دائما ميسم الحصرية اختصاصية صعوبات التعلم. صباح الخير ميسم. صباح الخير لك. صباح أهلا وسهلا بحضرتك. دائما نحن بنعرف وفي دراسات كتير طبية بتثبت أنه دائما العلاجات الغذائية، المكملات الغذائية بتلعب دور كتير كبير بأي مرض، مو بس اليوم بموضوع التوحد أو السلوكيات. خلينا نحكي عن أهميته ضمن موضوع التوحد. تماما، مثل ما ذكرتي حضرتك، نحن صرنا نعرف أنه الغذاء هو صار تقريبا العلاج الوحيد أحيانا، أو العلاج اللي بيكون أفضل من العلاجات الكيميائية. كثير من احيانا بيجينا تساؤلات انه طيب اوكي، ما نحن عم ناخذ دواء. الدواء هو مثل اي شيء مسكن عم يضبط حركه معينه، وخاصه لما بيكون شيء متعلق بالجهاز العصبي. يعني مثلا نحن بنعرف انه نحن المسؤول عن حركه الهرمونات عنا هو الغذاء، فالغذاء وقت اللي بيكون هو عم يتاخذ بشكل منتظم، وقت عم يتاخذ منه المكون الاساسي، فهذا بيعني انه معناتها نحن عم ناخذ المكون اللي بيناسب هرمونات جسمنا. كثير مننا بيقول انا ما بصحى بلا فنجان القهوه، كثير مننا بيقول انا اذا اكلت الاكله الفلانيه بصير عندي حساسيه، فهي فروقات فرديه بالنسبه للهرمونات وعادات، كمان خلينا نقول وعادات صحيه بتعود الانسان تماما، لانه هي بتتعود الهرمونات عليها. يعني يوم انا لما بتعود اني اشرب فنجان قهوه الصبح او كميه كافيين معينه، يمكن احيانا اذا شربت نصف فنجان ما اصحى طبعاً. فانا بدي اشرب الفنجان كامل طبعاً. فهي سبب العاده انه انا هرمونات جسمي تعودت انها تطلق، مثل ما نحن بنقول لايف ستايل، انه هو اصلا نظام حياه، نظام حياه نعم. او قانون حياه، انا عودت عليه هرموناتي فتعودوا عليه نعم. لازم نسلم اليوم لما نحكي عن اضطرابات معينة مثل اضطراب التعلم والتوحد، هي أشياء يمكن بتعمل حالة خوف عند الأهل، ودائما نحن نتمنى أنه ما نواجهها، بس في حال واجهناها بدنا نحكي عن العلاجات الغذائية اللي فعلا أثبتت نجاحها بمعالجة هاي الاضطرابات. هلأ آخر دراسات قاموا فيها سواء على أي صعيد بتقول أنه الغذاء، أو خلينا نقول حالة قدرة الدماغ على الهضم، هي بتاخد 60% من الحالة المزاجية وقدرة الدماغ على الاستكمال. يعني مثلا نحن بنعرف انه اي حاله بالدنيا او اي عمليه اكتساب هي ادخال معالجه اخراج، فاللي عم يتحكم فيها الدماغ هي حاله المعالجه. فنحن بنقول احيانا انه مثلا اللي بياكل فول بيكون صعب انه يكتسب او صعب انه تصير عنده عمليات التذكر، هذا الشيء ما هو ابدا شيء وهمي، هو شيء حقيقي. شوفوا يعني بشوف اشخاص بيقول لك انا ماني قدران اعمل شيء، تعبان نعسان يعني تماما، مثل مثلا وقت اللي بياكلوا اللبن بيقولوا انه نحن بنعسب نعس. السبب الاساسي انه نحن في عنا غده مسؤوله عن العصاره الهضميه او الغدد اللعابيه، هي الغدد اللعابيه مين اللي عم يعطيها الامر؟ عم يعطيها الامر الدماغ، فالدماغ لما بينشغل بافراز هي الغدد او بينشغل باعطاء الاوامر للغدد اللعابيه بالافراز، فهو رح تقل عنده عمليه الاكتساب، لان 60% من طاقته مثل ما ذكرنا عم تروح فقط للهضم. تمام. هلا من خلال مجال عملك والحالات اللي كنت حضرتك مشرفي عليها او طلعتي على وضعها، قد ايه خلينا نقول كنسبه، نسبه الشفاء اللي ممكن حققتها موضوع المكملات الغذائيه او الغذاء بشكل عام، يعني اتباعك لنظام غذائي معين؟ تماما. هلا بما انه نحن عم يختلط عنا المجال السلوكي او التدريب السلوكي مع العلاج الغذائي، فما فينا نقول انه في العلاج الغذائي ممكن لحاله يكون قادر على العلاج، على طول في عنا شيء اسمه استكمال. يعني انا مثلا ممكن حط نظام غذائي اليوم لتحفيز النطق،
ممكن بكره احط علاج غذائي لتحفيز التذكر، ممكن احيانا احط نظام غذائي لتحفيز الاكتساب. فنحن بتصير عنا العلاج الغذائي هو عملية استكمالية للتدريب، يعني خلينا نقول 50% عنا هو علاج غذائي و 50% البقية هن علاج سلوكي أو تدريب أو تأهيل سلوكي لهذا الطفل. ليش؟ لأنه أنا بالأصل في عندي نوعا ما خلينا نقول تأخر بالاكتساب، يعني الطفل اللي عمره سنتين ممكن يكون هو مكتسب المهارات اللي أخذها عمر السنة. فأنا شو بدي أشتغل هون؟ أنا بدي أشتغل على أنه يصير في عندي اكتساب، بس كمان بدي ضل أنا عم حفز أنه ما يكون في عندي مثلاً انتباه ناقص، ما يكون في عندي ذاكرة أقل. فأنا بدي أشتغل على عطول التوازي. لهيك بقول 50% علاج غذائي و 50% هو علاج سلوكي. نعم، كثير بنعرف انه في خطوط عامه مثل ما حكينا قبل شوي للغذاء، شغلات من بعد عنا صارت يعرفوا تقليد عند الناس، والبعض الاخر ما بيعرف باهميه بعض الاغذيه بعلاج هي الاضطرابات اللي حكينا عنها. خلينا نحكي عن اهم هي العلاجات الغذائيه اللي اثبتت فعلا نجاحها بدعم السلوك وتحسينه. هلا كثير بدي اتشكرك على هذا السؤال، لانه كثير بينطرح بصراحة. خلينا نحن نشتغل بشكل كثير يكون حساس، كونه نحن عم نتعامل مع أذكى آلة وهي الجسم. الجسم هو آلة تحافظ على الشيء اللي بده ينحرم منه. يعني مثلا بيقولوا لك احيانا انه فجأة بينقطع الاهتمام مثلا بالسكر، فجأة بنحرم الجسم بالسكر. كونه حرمنا الجسم بالسكر، الجسم من حقه يدافع على كمية السكر اللي بتكون موجودة عنده فما بيحرقها. فنحن على طول بدنا نشتغل بشيء اسمه استبدال، يعني انا اوكي بشيل السكر بس بحط بداله سكر ثانوي اللي هو التمر، التين، واحيانا بيكون مكون طبيعي، وخاصة نحن بالايام الجاي جاي شهر رمضان ينعاد عليكم بالصحة والعافية. فحرمان الجسم لمدة طويلة احيانا من شيء بده يخلينا نركز على انه نحن نشتغل على انه نحن نحافظ على مكون معين بالجسم. زائد انه في شيء حاليا صار موجود بمخابر سوريا هو البصمه الغذائيه. اغلب اطفال التوحد بيجينا شيء متعارف عنهم انه انا طفلي توحد معناتها انا بدي وقف طفلي عن جيلوتين، مكونات القمح، السكريات. هذا مو على طول بيكون مناسب، لانه احيانا نحن ممكن يكون الطفل ما عنده حساسيه لهذا الشيء، ممكن يكون عنده حساسيه للبروتين، احيانا ممكن يكون عنده حساسيه بقوليات. كيف بدنا نعرف شو هي الحساسيه؟ عن طريق البصمه الغذائيه اللي بتنعمل بالمخبر، هي بصمه غذائيه لحساسيه الجسم لاي مكون غذائي، وهو شيء انا بشوفه مو بس للي عندهم ضعف اكتساب او اللي عندهم نقص تركيز، هو مهم لاي حدا مننا، لانه احنا احيانا بتلاقينا بناكل اكله بنحس انه صار في عندنا مثلا حكه او حساسيه، احيانا بناكل اكله بتعملنا وجع راس ما بنكون منتبهين، نحن بنفكر لانه نعسنا، نحن بنفكر لانه الاكله ثقيله، هي لا، بس لانه فعلا نحن طاقات غددنا رح تكون ضعيفه بانها تفرز خلينا نقول المادة الهاضمة لإلا. فكتير مهم السؤال، خلينا نكون حريصين قبل ما نحن نحكم على منع الجسم من أي شيء، لازم نحن نعمل التحاليل المناسبة لنشوف هل هو فعلا ناقص أو زائد عنا، وخاصة للمرأة الحامل اللي عم تاخد فيتامينات بشكل عشوائي، كتير عشوائي، بمجرد راحت عند الدكتورة خدي هذا النوع من الفيتامينات بتاخده. نحن في عنا شيء اسمه معادن ثقيلة بالجسم، ممكن إذا زادت هي تؤدي للتوحد أو لنقص يعني الأكسجين. أستاذة ميسا، عم نحكي عن موضوع بالغ الأهمية، لما نحن بناخد رشا فيتامينات عشوائية، وهذا بنشوفها كتير نصائح بين الصبايا أحيانا ممكن تكون هاتي أول شعر وهاتي أول أظافر وإلى آخره من هي النصائح اللي نحن هلا يمكن عم نضحك بس بنعرف المدى اللي ممكن توصل له لما نحن الطفل فعلا بنمنعه عن اغذيه معينه، اول شيء بشكل فجائي، ثاني شغله بدون ما نحن نعرف فعلا البصمه الغذائيه فيه، فقد ايه لازم نحن نهتم بهذا الموضوع. نحن كلنا على فكره وخاصه الصبايا اللي هلا عم يعملوا انظمه غذائيه كثير لازم نكون منتبهين لشيء اسمه معادن ثقيله بالجسم. المعادن الثقيله بالجسم ما بالضرورة أنه أنا مثلاً نحفت كذا كيلو، أو أنا مثلاً طفلي كطفل توحد أنا عطيته منعته من السكر أنه يكون أنا خلص تحققت توازن بالجسم. في شيء اسمه معادن ثقيلة اللي هي الحديد،
اللي هي المغنيسيوم، اللي هي خلينا نقول اغلب الاشخاص اللي بصير عندهم فقر دم ما بيكونوا عارفانين انه هن ايضا عم يخسروا شيء اسمه خلايا بيضاء، او خلينا نقول انا على طول بضرب مثل على افلام كرتون كان يطلع بزماننا، هو الحياه ثاني مكان تماما اللي كان يفوت لقلب جسم الانسان، والكريات الحمر والكريات البيض، هدول الشغلات كثير لبعدين بيعملوا لنا مناعه، كثير لبعدين ممكن يعملوا لنا نقص بمكون معين بالجسم، ينقص عنا معادن ثقيله تؤدي لحرمان الجسم من شيء معين، يفقد كثير اشياء. نحن بنعرف قد ايه صار هلا متعارف عليه نقص فيتامين بي 12 بي 6 وخاصه دال، كل سوريا يمكن حتى معنا نقص دال، يعني هذا كثير عم نشوفه بكميات كثير هائله بنسب مرتفعه جدا تماما، وهو عم بيؤدي بالنهايه لزهايمر، عم بيؤدي لشيخوخه مبكره، عم بيؤدي احيانا لامراض عظميه، هي كلها لبعدين نحن ما عم نقدر نقيسها. برجع من خلالكم كثير بدقق المرأة الحامل تكون حريصة، تكون حريصة دائما على إجراء التحاليل المناسبة قبل أخذ أي نوع فيتامين وخاصة الحديد، لأنه المعادن الثقيلة عم تؤدي لاضطرابات عصبية واضطرابات ذهنية عند الجنين. تمام، اليوم أطفال اضطرابات التوحد كمان إحنا بنشملهم بهذا الحديث، إنه هنا كمان اليوم مفروض يروحوا للمختبر ويساووا هاي البصمة لحتى نقدر نعرف شو المسموح لنطعم الطفل أو شو الممنوع عنه. معناتها إحنا اليوم ما عندنا قائمة ثابتة إنه هذا ممنوع وهذا غير ممنوع بموضوع تمام. التوحد ولا عندنا قائمة دائمة يعني هلا الطفل لما نحن بدنا نشتغل على علاجه، نقطة كثير مهمة انه نحن تقريبا كل 28 او كل 30 يوم بتتغير الحمية الغذائية، بيتغير النظام الغذائي، لانه نحن مثل ما حكينا سابقا في حمية بتكون خاصة للتركيز، في حمية بتكون خاصة للنطق، في حمية بتكون خاصة طبعا مع مراعاة انه نحن في عنا شيء هو حرمان الجسم من شيء معين ما فيك تاخذيه لمدى 6 شهور اللي هو مدة العلاج، ممكن تكون سنة ما بقى ياخذ تماما. معقول انا ضل حارمة طفلي مثلا من القمح كل حياته؟ أكيد لا. معقول أبقى حارمته من السكر كل حياته؟ أكيد لا. فنحن في عنا مثل ما تفضلتي حضرتك معايير معينة تطلع عنا بالبصمة الغذائية لأعرف قديش ممكن أحرم الجسم وقديش الفترة اللي ممكن أنا ضل مستمرة فيها بالحمية. طيب اليوم وقت اللي بنعمل أي بحث أي شيء على جوجل بنحس أو بنشوف أنه في اختلاف بالدراسات الطبية اليوم بموضوع التوحد خاصة، يعني بتشوفي دراسات بتمنع طفلك أو طفل التوحد أنه اليوم يروح لموضوع الكالسيوم بنسبة كتير عالية، دراسات يعني بتقلك لا، وفي دراسات بتقول موضوع الغذائي يعني هو خلينا نقول ما بيفيد بس ما بيضر. فاليوم هدول القصص يعني عملوا شوي إشكالية عند الأهل، يعني ضاعوا بالقصة تماما. هي الدراسات انا على طول بذكر هي بتجي لاجراء تجارب على فئه معينه، يعني مثل وقت طلعت حميه الجوز واليقطين والتمر اذا بتتذكروا، واللي قالوا انه هي عالجت عدد كثير كبير من الاطفال، كثير اطفال كمان اتبعوها وما حققت لهم اي فائده. شو السبب؟ انه هي اصلا بتجي لاغلبيه الاشخاص اللي هن عندنا مثلا فئه التوحد، اغلبيه اطفال التوحد هن في عندهم خلل بالتركيز والانتباه والتذكر، فانا لما اعطيتهم الجوز والتمر واليقطين فانا حافظت على هدول الشغلات، ولكن خلينا نقول بشكل واقعي مو كل اطفال التوحد ما عندهم ذاكره، في عندنا اطفال التوحد عندهم ذاكره سمعيه كثير قويه، في عندنا اطفال التوحد في عندهم ذاكره مكانيه كثير قويه، معناتها ما بالضروره يفيدهم الجوز، ممكن يعمل لهم التمر فرط نشاط. فانا على طول بنرجع للبصمه الغذائيه، بنرجع لشيء اسمه خلينا نقول حساسيه الحاله، نحن وخاصه لما بنكون عم نحكي عن توحد صعوبات تعلم، وانا على طول بقولها سواء بمركز بيسان الاستاذ ماهر كل الشكر، هو على طول بذكر مركز ملائكه الجنه الانسه دعاء عماد الى كل الشكر على طول بتذكر ما تتبعوا شيء هو جاي بالقائمه العامه، لانه نحن في عنا شيء اسمه فروق فرديه بتكون كثير نسبه عاليه وخاصه مع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه،
كل حالة هي متفردة بهرموناتها، كل حالة هي متفردة بنوع الاضطراب اللي عندها، حتى بالاستجابة كمان تماماً أوقات. وكل حالة كتير مهم اللي ذكرتي هي متفردة بالاستجابة، فأنا بدي يكون كمان متفردة بالعلاج، وبدي يكون كتير مضوية على الأشياء اللي ممكن في عنا نقاط قوة ونقاط ضعف. أكيد فيها. طبعاً أستاذة ميسم، يعني كل الشكر لهذا الموضوع اللي كتير مهم، اللي بعض الناس ممكن ما بتاخده بعين الاعتبار، ومثل ما قلتي ما بنهتم يمكن أوقات بالفروق الفردية ونتصرف بعمومية أكثر بنصائح، إن كان الناس اللي حوالينا أو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتكثر فيها النصائح. فدائما الطبيب المختص أو الطبيب المشرف على الحالة هو الأقدر يمكن على تخصيص نوع العلاج المناسب، إن كان علاج دوائي أو حتى علاج غذائي. شكرا لك. كل الشكر لكم، على طول عم بتضووا على مواضيع هي فعلا مهمة وفعلا بينقال من خلالها صباح الخير. شكرا لحضرتك ولكل المعلومات، يسعد لي صباح.